حياكم الله معنا متابعينا الأحبة. قامت وزارة التعليم العالي خلال العام المنصرم بمشروع مسح للخريجين بهدف معرفة الحالة الوظيفية أو حالة الخريجين، وهذا العام قامت بمشروع آخر تحت عنوان مشروع مسح أرباب العمل لعام 2016. الهدف من هذا المشروع وأهميته، وماذا أيضا يقصد بمشروع مسح أرباب العمل؟ معي في هذه اللحظة الدكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية، مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي. يا هلا فيك دكتورة فاطمة. أهلا وسهلا فيك أستاذ حفيظ. يا مرحبا. نرجع إلى الخلف، مسح الخريجين أو مشروع مسح الخريجين كان الهدف منه؟ طبعا كان يهدف مسح الخريجين 2015 إلى معرفة مدى موائمة قدرات الخريجين مع احتياجات سوق العمل وأيضا الحالة الوظيفية للخريجين. استهدف مسح الخريجين كان دفعتين تخرجوا من مدة سنة أو من مدة سنتين، وكان هدف المسح هو كدراسة تتبعية لمسار الخريجين وحالتهم الوظيفية في سوق العمل وما يحتاجوه من قدرات في سوق العمل ومدى موائمة تخصصاتهم ومؤهلاتهم لاحتياجات سوق العمل. جميل. وهذا العام جاء مشروع مسح أرباب العمل ليكمل المشروع السابق. ماذا فكرة هذا المشروع؟ بالضبط، طبعا تقوم دائرة مسح الخريجين في وزارة التعليم العالي بتنفيذ الدراسات التتبعية لمسار الخريجين. فبعد تخرج الخريجين من مؤسسات التعليم العالي تقوم الوزارة بعمل دراسات مسحية لتعرف أين هم الخريجين الآن، ماذا يقومون، ماذا يعملون، هل هم يعملون حاليا، هل كانت تخصصاتهم موائمة لاحتياجات سوق العمل، هل يعملون في أعمال موائمة لمؤهلاتهم، لقدراتهم، هل يحتاجوا تدريبا معين في قدرات معينة، وإن كانوا يحتاجوا إلى تدريب ما هي، في أي قدرات، في أي المهارات يحتاجوا إليها في تدريب. فطبعا العام الماضي كان التركيز على الخريجين أنفسهم ومتابعة الحالة الوظيفية للخريجين. نعم. وآرائهم. هذا العام المتابعة والمعادلة هي إكمال المعادلة والشق الثاني من المعادلة والتركيز على أرباب العمل. نعم. طبعا تدعو أو تنفذ وزارة التعليم العالي حاليا مسح أرباب العمل، وهو إحدى المسوحات الدورية التي تنفذها الوزارة، وتستهدف أصحاب الأعمال من رؤساء تنفيذيين أو مدراء موارد بشرية أو مديرو طبعا مسؤولي التوظيف في هذه المؤسسات. نعم. لنعرف رأيهم عن الخريجين أو ما يحتاجون من طبعا أعداد الخريجين، تخصصات الخريجين، وما يحتاجون من أعداد على حسب مؤهلات معينة. نعم. للخريج أيضا يستفتي المسح رأي أصحاب العمل عن الأساليب التي يتبعها أصحاب العمل في الإعلان عن الوظائف المختلفة، إذا ما كانوا يتبعوا أساليب معينة أكثر من أساليب أخرى. أيضا نستفتيهم عن رأيهم في قدرات الخريجين الذين يوظفونهم لديهم في مؤسساتهم، وعن خططهم المستقبلية في توظيف الخريجين، وإن كانت لديهم هناك خطط مستقبلية لتوظيف عدد من الخريجين، كم هو العدد، في أي من التخصصات، هل توجد هناك تخصصات غير موجودة حاليا في مؤسسات التعليم العالي. نعم. ويودون إضافتها. بالضبط. طبعا كل هذه البيانات تفيدنا نحن في وزارة التعليم العالي وفي مؤسسات التعليم العالي المختلفة، كما تفيد أيضا الخريجين أنفسهم والمؤسسات التي تعنى بالتخطيط في معرفة حاجة سوق العمل من الخريجين. وطبعا في هذه السنة التركيز هو على القطاع الخاص فقط، أصحاب العمل في القطاع الخاص، وجاء هذا التركيز على القطاع الخاص لأكثر من سبب. كان التركيز على القطاع الخاص طبعا لأن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي المستقبلي للخريجين وللشباب. نطمح أن يكون المشغل الرئيسي المستقبلي، فكان لابد من دراسة أهم الصعوبات التي يواجهها رب العمل أو صاحب العمل في القطاع الخاص عندما يريد أن يوظف خريج جديد. هل هي الخبرة
التي تحول عائقا دون توظيف هذا الخريج؟ هل هو التخصصات غير مناسبة بالنسبة لأصحاب الأعمال وأصحاب الشركات؟ أيضا كانت نتائج مسح الخريجين تشير إلى أن 33% فقط من الخريجين يتوظفون في القطاع الخاص، بالرغم من أن نسبة من يتوظفون في القطاع الخاص قبل 4 سنوات كانت أقل من نسبة من يتوظفون الآن في القطاع الخاص، فهناك زيادة في استقطاب. جميل. طيب أنتوا بدأتوا في هذا المشروع ولا بعدكم؟ بدأنا صار لنا الحين تقريبا 7 أيام. إحنا 7 أيام خلال هذه الأيام، هي أيام قصيرة بعض الشيء، إلا أنكم أكيد هناك في نتائج مبدئية أخذتوها من أرباب العمل، أكيد هناك أيضا فجوة بين الخريجين وبين هذه المؤسسات. أول شيء هم الخريجين مختلف درجات العلمية، يعني الدبلوم، البكالوريوس، الماستر. طبعا احنا نسأل من الدبلوم إلى الماجستير إلى الدكتوراه، نسأل عن جميع أصحاب المؤهلات المختلفة ومدى حاجة سوق العمل للمؤهلات المختلفة. عودة إلى سؤالك الأول، وهي كيف هو التفاعل مع مسح أرباب العمل. طبعا احنا صار لنا 7 أيام الحين من بدأنا، وكان في تفاعل جدا إيجابي من أصحاب الشركات عندما نتصل بهم عن وجود مسح مثل هذا المسح، وكانت دائما الإجابة أن نحتاج مثل هذه البيانات، نحتاج إلى وجود مثل هذه المؤشرات التي تنقل رأي أصحاب الشركات وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص إلى الجهات المسؤولة عن التعليم العالي في السلطنة. كان في طبعا تفاعل جدا إيجابي من أصحاب الشركات. احنا نتواصل معهم بعدة طرق مختلفة، تعمل الدائرة على إرسال رسائل نصية قصيرة إلى الشركات المستهدفة، معنا 4000 شركة مستهدفة، نرسل إليهم رسائل نصية قصيرة ثم نتبعها برسالة في البريد الإلكتروني إذا ما تواجد لدينا عنوان البريد الإلكتروني. أيضا نتبعها باتصال سواء من وزارة التعليم العالي، أحد ممثلي المسح في وزارة التعليم العالي، أو في من المؤسسات التعليمية. طبعا احنا تشارك معنا المؤسسات التعليمية المختلفة في تنفيذ هذا المسح، ولها الشكر، توجه إليها بالشكر على مساهمتهم وعلى تعاونهم معنا في تنفيذ مسح أرباب العمل. أكيد. طيب نتحدث عن هذه الاستبانة والمحاور فيها التي تصل في يد أرباب العمل. طبعا المسح هو مسح إلكتروني، وهذا تسهيلا لعملية الوصول إلى الفئة المستهدفة والتي هي أصحاب الأعمال أو مديرو شؤون التوظيف في المؤسسات المختلفة. طبعا يلج إليها الشخص عن طريق طبعا نرسل له لينك إلى التليفون أو بواسطة الرسائل النصية قصيرة أو بواسطة الإيميل، ويدخل إليها ويكون في هناك 5 أجزاء مختلفة في هذه الاستبانة. تسأل أسئلة عامة، الجزء الأول يسأل أسئلة عامة عن الشركة بالنفس، ومن ثم يسألهم عن احتياجاتهم في التوظيف، توظيفهم كيف كان في 2015 وكيف سيكون هذه السنة وكيف سيكون في السنة القادمة. طبعا حتى وإن أجاب الشخص أن التوظيف مثلا في السنة القادمة هو 0 مثلا على سبيل المثال، نحن مثل هذه المعلومات نحتاجها جدا في التخطيط المستقبلي. جميل. لحاجة سوق العمل، مثل هذه البيانات يجب أن تكون شفافة إلى أبعد حد حتى تمكننا نحن من التخطيط الأمثل، وتمكن راسمي السياسات في جهة التعليم العالي من التخطيط للتعليم العالي. أيضا طبعا الجزء الثالث يتحدث عن الأساليب التوظيف التي تنتهجها المؤسسة مثل هذه البيانات اللي ذكرتيها، الشواغر وتقييم أيضا الخريج وسيرته الذاتية. بالضبط. فمثل هذه البيانات احنا نطلبها لانها جدا مهمه بالنسبه للخريج، ايضا يجب ان يعرف كيف يمكن ان يتواصل مع هذه الشركات، هل يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، هل يستخدمون مواقعهم الالكترونيه، هل يستخدمون جهات حكوميه في التوظيف. فمثل هذه البيانات جدا مهمه بالنسبه للخريجين، وايضا تهم الشركات ان تصل للخريج. فطبعا الشركات اذا ما اوصلت هذه المعلومه إلى الخريج فإنها ستحصل على أفضل الخريجين عند التقدم لوظائف، لأن الخريج واعي جدا عن الأساليب التي تستخدمها هذه الشركة في التوظيف وما هي القدرات التي تركز عليها أو تعتبرها هذه الشركة مثلا مهمة.
الجزء الرابع من الاستبانة يسأل عن تنقل الخريجين ما بين الشركات. طبعا كل هذه الأجزاء في الاستبانة كانت معتمدة على دراسات سابقة في مجال مسوحات أرباب العمل خلينا نقول الأمور أو المسائل اللي هي فيها إشكالية بالنسبة لأصحاب العمل. فكان أحد المسائل في دراسة نفذت على شركات موجودة في السلطنة كان تنقل الخريجين ما بين الوظائف أو الموظفين الجدد في الشركات بين الوظائف. فجزء من الاستبانة يركز على هذا الموضوع. الجزء الأخير هو يركز على موضوع التدريب ما بعد الحصول على وظيفة. هل توفر مثلا الشركة هذا التدريب نوعيته بالضبط أكيد. نوعيته. طيب دكتورة فاطمة، أظن بعد هذه المسوحات تضع وزارة التعليم العالي هناك مثلا خطط لوضع بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. أظن هذا أيضا بإعادة أيضا بحاجة إلى مزيد من الاجتماعات وجلساتكم مع المؤسسات التعليم الأخرى سواء الخاصة أو الحكومية أو أيضا بعض التخصصات التي ربما خارج البلد. كيف هنا تضعون هذه التخصصات لرفد سوق العمل وتغطيته أيضا؟ طبعا تقوم دائرة مسح الخريجين بتوفير البيانات والمؤشرات بعد الانتهاء من هذه المسوحات للجهات التي تهمها مثل هذه المؤشرات. مثلا احنا معنا في وزارة التعليم العالي مثلا المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة، المديرية العامة للبعثات. هم تقوم هذه الجهات بعملها من حيث دراسة هذه التوصيات. جميل. وكيف يمكن ممتاز. التعامل مع هذه التوصيات وما يفيدهم بهذا الخصوص، طبعا بخصوص التخصصات وحاجة سوق العمل. كيف بإمكان توعية الخريجين عن طريق هذه المسوحات مثلا أنه أيضا يهتم بإدلاء رأيه أيضا، وأيضا كيف هنا يمكن إشراك المؤسسات الأخرى التي ربما تكون أو يكون لها دور في هذه المسوحات؟ حاليا احنا نقوم على عمل او تنفيذ مسح ارباب العمل، فالتركيز هنا يكون على الشركات ولكن لا ننسى الخريجين. معنى مسح الخريجين الذي سيكون مسحا سنويا للخريجين. فما تقوم به الدائره هو طبعا توثيق التواصل ما بين الدائره وما بين الخريجين وما بين مؤسسات التعليم العالي من حيث التواصل المستمر معهم، محاوله التواجد في مثلا حفلات التخرج إذا أمكن، طبعا إعطاء بعض المعلومات للخريجين عن المسح القادم، عن مشاركتهم فيه وأهمية مشاركتهم فيه. أيضا يوجد موقع مسح الخريجين الذي دائما يصدر وينشر بعض البيانات عن هذه المسوحات. التواصل ليس مع الخريجين فقط ولكن التواصل أيضا ينزل إلى مستوى طالب في التعليم في التعليم المدرسي. هناك تواصل وإن كان قليل طبعا بسبب حداثة الدائرة، ولكن هناك تواصل مع بعض المدارس من ناحية توعية الطلبة عن التخصصات الأكثر توظيفا في سوق العمل وتشجيعهم أيضا. بالضبط، هو إعلامهم عن هذه التخصصات. طبعا للطالب في النهاية الحرية الكاملة في اختيار التخصصات التي يظن أنها مناسبة بالنسبة لهم. هناك تواصل على المستوى الأعلى وهي على مؤسسات التخطيط والتعليم العالي في السلطنة والتي تعنى بالتخطيط للتعليم العالي، فهناك دائما مشاركة لهذه النتائج مع هذه أكيد. المؤسسات. كل الشكر لك دكتورة، يعطيك العافية. كل الشكر لك دكتورة فاطمة بن سعيد الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي. شكر موصول لكم أستاذ حبيب، يعطيك العافية. إذا كان حديثنا حول مشروع مسح أرباب العمل لعام 2016، نطلع في تقرير قادم حول دار الأوبرا السلطانية مسقط التي تحتضن النادي أو الناي السحري للموسيقار النمساوي موتسارت تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبعدها لنا عودة في من عمان.